للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني. أهلا بك دكتور صلاح، أنتقل مع حضرتك إلى الداخل الإسرائيلي والمظاهرات العارمة التي تحدث اليوم في تل أبيب والتي نجم عنها حتى الآن إصابة ما يقرب من 4 مستوطنين إسرائيليين على يد قوات الشرطة قمعا لهذه المظاهرات. كيف تقرأ وكيف تتابع هذا المشهد سيد صلاح؟ بداية صباح الخير لك ولجمهور المشاهدين، والسلام والرحمة لأرواح الشهداء. آمين. والتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعيش حرب إبادة جماعية متواصلة لليوم 256 على التوالي. وكل عام وأنتم وشعبنا وأهلنا في مصر وأمتنا العربية وشعبنا الفلسطيني بخير. نعم، في الموضوع المحدد، نعم، دولة الاحتلال على ما يبدو ماضية في مخططاتها وفي استكمال فصول جريمة الإبادة الجماعية غير عابئة بكل الضغوط الداخلية الإسرائيلية الهادفة إلى إجراء انتخابات مبكرة وأيضا الوصول إلى صفقة تبادل للأسرى وفي ذات الوقت وقف هذا العدوان. وفي اللحظة التي ترفض فيها دولة الاحتلال وتمانع، فنتنياهو يناقش نتنياهو في كل مرة ويتراجع. لذلك نحن إزاء تطورات هذا المشهد، زيادة أعداد التظاهرات كما وحجما وللضغط على نتنياهو للقبول بصفقة التبادل من ناحية، وفي ذات الوقت لوقف هذه الحكومة التي بات الإسرائيليين يعتقدون بأنها أكثر خطرا على مصالحهم وعلى أوضاعهم سواء في الداخل أو في الخارج. فالانقسام الأفقي والعمودي يترسخ في داخل دولة الاحتلال، وإلا كان لا زال ائتلاف نتنياهو قائما، فهو يعني بنسبة بعد انسحاب إيزنغوت وجينيس لا تزال نسبة بقائه موجودة وقائمة، ولا تزال قدرة نتنياهو على المناورة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، بما يسمح بتنفيذ هذه الاحتقانات تحت إطالة أمد الحرب باستخدام المفاوضات والحديث عن المفاوضات، رغم أنه كما رأيتم جميعا حتى قرار مجلس الأمن لم تحترمه دولة الاحتلال بالفعل. أو خطة بايدن التي ذكرها بايدن والتي هي خطة إسرائيلية كما ذكر واليوم أكد على ذلك، يعود نتنياهو يرفضها. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار في الديناميات الحرب، وإن كان متوقع أن ترتفع أعداد التظاهرات وأيضا أحجامها، وفي ذات الوقت ترتفع قدرة المعارضة الإسرائيلية ربما على مزيد من الضغوط في اتجاه نتنياهو وائتلافه اليمين الحاكم، بما يفضي لاحقا إلى تغيير قادم على الأقل أو تحديد موعد انتخابات مبكرة. نعم، لكن برأيك دكتور صلاح، التصريح الذي صدر عن بنيامين نتنياهو والذي كان يتحدث عن حل مجلس الحرب وعزى هذا الأمر يعني كما نقل وكما تم تداوله إلى عدم انضمام بن كفير إليه، مع أن بن كفير يعتبر يعني أحد أعضاء التحالف داخل الكنيسة، ألا يربك هذا المشهد الحزبي والمشهد الانتخابي وقوة الثقل السياسي لنتنياهو؟ هذا التصريح ألا يربكه؟ لا يربكه، لا بالمطلق، لأن نتنياهو عندما قام بعمل مجلس الحرب كما رأيت مجلس الحرب كان مشكل من مجموعة من الجنرالات وهم رؤساء أركان سابقين لدولة الاحتلال سواء إيزنغوت أو جينيس أو جالنت وأيضا نتنياهو، هذا هو مجلس الحرب الأساسي. ولذلك عند انسحاب إيزنغوت وجينيس لم يبقى أمام نتنياهو إلا حل مجلس الحرب، ومجلس الحرب طوال وجوده لم يتخذ أي قرارات استراتيجية ولم يستطع أن يشكل أي يعني قراراته حتى لم تحترم ولم تكن واجبة الاتباع. فنتنياهو كان يهدف إلى المماطلة على جانبين، من جهة يذهب إلى مجلس الحرب وعندما يرفض ما قرارات مجلس الحرب يذهب بها إلى الائتلاف اليميني الحاكم الأوسع والذي هو صاحب القرار السياسي، وبالتالي يبطل كل قرارات مجلس الحرب. ولذلك حل مجلس الحرب ليس تطورا دراماتيكيا بقدر ما هو فقط تطور على المستوى المعنوي والمستوى السياسي الإسرائيلي بفقدان قدرة القرار الجماعي الذي بات بعد انسحاب إيزنغوت وجينيس واضحا أنه قرار لنتنياهو الذي حتى لم يحترم رغبة ودراسات وآراء وتوصيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحمل الجيش مسؤولية الهزيمة في 7 أكتوبر، وبالتالي هو لا يعني يحاول كل مرة التهرب حتى من التزاماته كمستوى سياسي أمام الجيش كما فعل اليوم وأمس في موضوع الهدنة التكتيكية التي كانت تتم الحديث فيها
عنوتنا في معبر كرم أبو سالم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية، وهذا الأمر لم يتحقق، وهو رفع من مستوى القرار وتراجع عنه، آسف، تراجع عن هذا القرار أمام ضغط بن غفير وسومطرش، واليوم يرتكب مجزرة بحق عمال الإغاثة في قرب معبر كرم أبو سالم بمقتل 8 من التجار والعاملين في تأمين المساعدات الإنسانية الذين كانوا ينتظرون دخول هذه الشاحنات. وبالتالي هناك إشكالية حقيقية لدى نتنياهو في استمرار هذه المماطلة وهذه الازدواجية في القرارات، وبالتالي هو يريد البقاء على القرار منفردا والإبقاء على التحكم في المسرح السياسي، وأيضا تخفيف الضغط الدولي من إضافة مطرش أو بن غفير بشكل أو بآخر إلى مجلس الحرب رغم أنه مرهون لهم. نعم، لكن برأيك دكتور صلاح، يعني التجار الفلسطينيين الثمانية الذين استشهدوا، ما الخطر الذي كانوا يشكلونه على مجلس الحرب وعلى الدولة الإسرائيلية حتى يتم قتلهم بهذه البشاعة؟ هو لم يشكلوا خطر، ولا أحد من الفلسطينيين الذين قتلوا في معظمهم لم يشكل أحد منهم خطرا على جنود الاحتلال، وإنما هي رسالة لمنع دخول الشاحنات الغذائية والمساعدات والاستمرار في موضوع المجاعة، وهي رسالة إلى اليمين الفاشل المتطرف في رفض أيضا أي هدنة أو أي تسهيلات للفلسطينيين، وبالتالي هي جزء من عملية الإبادة الجماعية والضغط على المدنيين الفلسطينيين، ودائما البقاء في إبقاء الفلسطينيين في حاجات دائمة للمساعدات الإنسانية أو دخول البضائع، وبالتالي هذا أمر يرفع من مستوى الكارثة الإنسانية في داخل قطاع غزة، وهذه الرسالة التي يريدها جيش الاحتلال ونتنياهو وحكومة الفاشية. وفي ذات الوقت هو يهدف إلى إيصال رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأن قرارات الجيش سواء في هدنة تكتيكية لن يكون لها قيمة طالما أن المستوى السياسي يعني راغب باستمرار هذا الحرب وهذا التصعيد. وربما يعني انطلاقا من النقطة التي أشرت إليها حضرتك الآن أنها يعني إشارة إلى منع دخول المساعدات، وتطرقت حضرتك إلى وقف إطلاق النار التكتيكي الذي كان غريبا في مضمونه، إذ أنه يعني في ذات يوم حين نشرت أسوشيتد بريس ذات القرار عن وقف إطلاق نار تكتيكي لمدة 11 ساعة، وجدنا تساؤلا غريبا ما بين يوآف جالانت يتحدث يقول لم يطلعني أحد على هذا القرار ولم أعلم عنه شيئا، نتنياهو يقول لم يطلعني أحد على هذا القرار ولا أعلم عنه شيئا، بن كفير يقول الذي ارتكب أو الذي اتخذ هذا القرار هو شخص أحمق كما وصفه. يعني أيعقل أن يصدر قرار مهم كهكذا قرار ولا يعلم رؤساء مجلس الحرب ورؤساء وأهم أجهزة الدولة عن هذا القرار؟ هذا جزء من عدم تحمل المسؤولية، وسواء من جالانت أو نتنياهو، الجيش قال أن هذا تم بقرار أو مصادقة المستوى السياسي وتحديد نتنياهو، ونتنياهو نتاج الضغط والضغوط والضجة الإعلامية التي جرت في هذا الأمر ذهب بعيدا في إدانة الجيش والحديث عن أنه لا، أن الجيش ليس له دولة وأن الدولة لها جيش وعليها أن تحترم قرارات المستوى السياسي، رغم أن هذه الحال موجود لدى دولة الاحتلال، وبالتالي جرى المماطلة. الجيش كان لديه توصية بأن النقاش لتقرير دولة الاحتلال أمام محكمة الجنايات العدل الدولية قد اقترب، وبالتالي لابد من السماح ببعض التسهيلات التي من خلالها يمكن تبرير استمرار إسرائيل في عملياتها في مدينة رفح من ناحية، وأيضا حديثة عن التزامها بضمان تدفق المساعدات الإنسانية في شكل صوري تهدف من خلاله إسرائيل على الأقل إلى المناورة أمام محكمة العدل الدولية، وإن كانت هذه مناورة مكشوفة فجريمتها تبث على الهواء وموثقة، وهناك تصريحات متعددة لأمناء عمين لمنظمات دولية كمنظمة الغذاء العالمي والصحة ومقرر الحق في الغذاء وغيرها، والتي تؤكد أن من الصعوبة بل أنه بات من المستحيل إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، وأن المجاعة باتت تضرب أطنابها في كل قطاع غزة وبالذات في شمال قطاع غزة الذي تنعدم فيه معظم المواد الغذائية عدد دقيق والذي هو أيضا شحيح، وبالتالي نحن إزاء مجاعة تتحقق جراء مماطلة وسياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولك أن تتخيل أن المنافسة بين مكونات حزبية إسرائيلية باتت على من يكون أكثر إجراما بحق الفلسطينيين، هذه
توحش وعنصرية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، عدا عن كونها تنتهك قرارات وتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذا أسوأ ما أنجبته البشرية في التاريخ الإنساني، هو خليط بين مكونات دينية فاشية فاقت داعش وبوكو حرام، وخليط أيضا من ثقافة أوروبية كانت الأقسى والأسوأ، هي من صنعت أصول الظلام، وهي من قتلت بعضها البعض، وهي من نظمت نظرية الاستعمار في كل العالم وقتلت شعوب وأبادت شعوب أخرى. ولذلك نحن إزاء انحطاط في التاريخ الإنساني بهذا الصمت على هذه المقتلة المفتوحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهذه البشاعة الغير مسبوقة في التاريخ الإنساني. وبالتالي على الجميع أن يتحمل مسؤولياته، فالدول ليست منظمات إنسانية، الدول تستطيع وتملك قرارات سياسية، كما أن المنظمات الدولية أيضا تملك أدوات من خلالها تملك بالحد الأدنى فرض مقاطعة وعقوبات على دولة الاحتلال كما فعلت في حالات نزاع متعددة، وتملك أيضا أدوات لضمان الضغط لدخول وتدفق المساعدات الإنسانية. وفي ذات الوقت هناك أيضا من التدخلات على مستويات مختلفة والتي تسمح على الأقل بوقف جريمة الإبادة الجماعية. نعم، وربما دكتور صلاح يعني قبل أن يعني أنتقل مع حضرتك لما يتعلق بقرار الجنائية الدولية وما المخاوف الإسرائيلية، قبل أن نعرج على هذه النقطة دعنا يعني نواصل الحديث عن الجانب الإنساني أو عن جانب المساعدات التي أشرت إليه حضرتك، وأذهب انتقالا من الأراضي المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية، تحديدا عند بوابة أو صالة المغادرين من معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني. عمد الاحتلال وذهب إلى حرقه وتدميره بشكل كامل، يعني دون مسوغ ودون مبرر، فلماذا يتعمد بشكل منهجي أو أصبح منهجيا كما أشارت العديد من التقارير الأممية والتقارير التي نتجت عن تحقيقات، الاحتلال يدمر بعض المنشآت بشكل متعمد حتى لو لم يكن هناك سبب معلن؟ فبرأيك هذا التدمير لهذه المنشأة المهمة التي هي مسؤولة عن نقل مصابين إلى خارج فلسطين وإدخال بعض المساعدات، لماذا قام الاحتلال بتدميرها وحرقها دون سبب وجيه؟ هذه رسالة إلى كل الأطراف وإلى العالم بأنه يريد تغيير معبر رفح، وهو قام تغيير معبر رفح؟ طبعا نعم، هو أعلن مرارا وتكرارا بأنه يرغب في نقل معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم. هذا تغيير في جغرافية قطاع غزة، هو لم يحترم لا اتفاقات كامب ديفيد ولا احترم اتفاقية المعابر في 2005، وكل ما جرى من حديث حتى عن فتح المعبر وإعادة فتحه هي مناورة. هو قام بتجريف معظم مباني المعبر وتدميره رغم أن المعبر بات تحت سيطرته، حتى لو أن إسرائيل تريد تشغيله فعليه أن تحافظ على هذه المباني لمصلحة تشغيله لحساب السكان المدنيين. إذن هي لا تريد تشغيله من الأساس، نعم، هي تريد تدميره وتغيير المعالم الديموغرافية. وهذا ردا على مصر في جانب التي رفضت مخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، وردا على الفلسطينيين وإمعانا في ضمان وجعل الفلسطينيين يعيشون حياة أشبه بالجحيم وهي قتل للمرضى والجرحى. فمعبر رفح كان هو الشريان الحقيقي الذي يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى. وكما تعلم في ظل تدمير كل مستشفيات قطاع غزة هناك 10,000 من مرضى السرطان، وهناك 6,000 آخرين من أصحاب الأمراض المزمنة، وهناك أكثر من 20,000 جريح يحتاجون إلى الانتقال إلى المشافي في خارج البلاد وبالذات في المشافي المصرية حتى يتلقوا هذه الخدمات. ونحن لسنا لدينا أرقام واضحة، ولكن هناك العشرات التي من الحالات التي وصلناها من وفاة المرضى والجرحى. لا يوجد دواء في داخل قطاع غزة ولا علاج، وخاصة ما بعد اقتحام مدينة رفح التي كانت الملاذ الأخير. ولذلك الاحتلال ماض في مخططاته الإجرامية في تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة ومحاولة تغيير ملامحه وجغرافيته، وهو أركى يعني أعطى مبرر بأن هناك رصيف مائي وإن كان جرى تفكيكه الآن بعد أن فشل سواء عملية تركيبه أو عملية المقاومة في إفشاله كل، وأيضا انكشاف طبيعته وأهدافه ومراميه بعد استخدامه في عملية المصيرات برصد فيديوهات ودخول قوات الدلتا وقوات أخرى من هذا الميناء الممر المائي.
وبالتالي نحن إزاء تطورات تستلزم تدخلا على المستوى الدولي، فلا يعقل السماح بقتل هؤلاء المرضى والجرحى ومنع تدفق المساعدات الإنسانية في منطقة عمليات تحرص إسرائيل كما ذكرت قبل قليل في سؤالك عن حتى عن قتل التجار وقتل عمال الإغاثة الإنسانية. هي تستمر في عملية أو في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية غير مكترثة في كل الأبعاد الإنسانية ولا الأبعاد الدولية ولا علاقات الجوار ولا كل هذه العلاقات. هذه دولة تمعن في تبيان حقيقتها بأنها دولة عنصرية فاشية صهيونية لا تؤمن بأي من حقوق الشعب الفلسطيني ولا تؤمن أيضا بحقوق حقوق الإنسان أو العلاقات الدولية بشكل أو بآخر. لذلك نحن إذا استمرار في الحرب تحولها إلى حرب استنزاف، وإن كانت إسرائيل في مأزق على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي وتحولها إلى دولة منبوذة وملاحقتها على المستوى الكلي في محكمة العدل الدولية وأيضا أو على المستوى الجزئي كطبيعة أشخاص ومتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفي ظل الاحتجاجات الدولية، إلا أنها لا تكترث بكل هذه الأدوات وبالتالي تصبح ماضية في مخططها الذي سمح لها بالاستمرار لتسعة أشهر على التوالي ولا تزال قادرة على الاستمرار طالما استمر العجز الدولي عن وقفها. نعم، وربما يعني القصف الذي حدث اليوم في مخيم النصيرات وأدى إلى سقوط بعض الشهداء ذكرني بما قام به جيش الاحتلال في قبل أيام في عمليات النصيرات أيضا لاقتحام لهذه المدينة أو لهذا المخيم تحت طاولة وغطاء شاحنات المساعدات الإنسانية، وقاموا بقتل أكثر من 250 فلسطيني، وبعد أن حرروا هؤلاء الأسرى قالوا أنه لم يتلقوا طعاما كافيا، وكأن يعني حركات المقاومة كأن الشعب الفلسطيني لديه ما يأكله ولديه ما يقتات عليه في يومه، لكنه يمنع جريمة ويمنع غذاء عن أشخاص. يعني الموقف يحتاج إلى الكثير من التفصيل لكن الوقت قد داهمنا، فلهذا أشكرك دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، كنت معنا من القاهرة.